السلام عليكم، الزول في اللون. الحمد لله راكم كاع بخير. راكم تشوفوا هذا العلم الجديد، على بالكم بلي الجزائر دوكا راهي مقسومه بين شركه فرنسيه توتال وان مع فيها تاع 40 سراق. على بالكم بلي 8 شهور بلي بدا الحراك ما شاء الله مع الشعب الجزائري اللي بيد قدام العالم كامل بلي الشعب الجزائر سلمي، الشعب الجزائري ديمقراطي، الشعب الجزائري قانوني، والشعب الجزائري حضاري. ما كان حتى واحد اليوم اللي يقدر يغلط العالم كامل ويقول كما في التسعينات باللي الشعب الجزائري يدير الإرهاب، الشعب الجزائري يدير الفتنة، الشعب الجزائري ما أوش تاع فتنة، الشعب الجزائري مسلم، الشعب الجزائري حضاري، والشعب الجزائري ما كان حتى واحد يغلطه اليوم. والحمد لله في هذو 8 شهور اللي فاتوا الشعب الجزائري قال باللي حنايا نبغوا يتبقوا المادة 7 تاع الدستور الجزائري. واش تقول هذه المادة 7؟ تقول باللي الشعب هو اللي يحكم في الجزائر. وعلى بالكم في هذاك الوقت تفهمنا كاع باللي هذوك لي 3 بي، بوشارب بن صالح وبدوي، يخرجوا. وكان ناس اللي ترشحوا اليوم في الرئاسية تاع 12 ديسمبر قالوا باللي لو كان هادو 3 بي ما يخرجوش ما كان حتى واحد يترشح ولا ما كان حتى واحد يقدم. ورانا نشوفوا من بعد 8 شهور باللي كان بزاف نساو واش قالوا 22 فيفري. ولكن الشعب الجزائري ما نساو والو. الشعب الجزائري من اول نوفمبر 1954 ما نساش باللي كي حرب استعمار تاع فرنسا حتى الشعب الجزائري يجيب استقلال. وكي خرج 22 فيفريه قال باللي ما نحبسوش الى يتنحوا كاع، ولازم يتنحوا كاع، لازم يجب ان هادو الناس اللي خدموا مع الديكتاتوري تاع بوتفليقه ما كان حتى واحد منهم اللي بقى في الكرسي او في العسكر او في الحكومه او في الولايات او في الاداره، ما كان حتى واحد يبقى في الكرسي. والشعب الجزائري بصفه عامه قال باللي ما يحبش المشيه تاع الجمعه حتى يتنحوا كاع، باسكو كاع اللي خدموا مع ديكتاتوري تاع بوتفليقه كاع خدعوا البلاد وكاع باعوا البلاد. وعلى بالنا كاع واش داروا كي حكموا مع بوتفليقه بال 99. نعطيكم مثال، شركه توتال في 2017 كانت تكسب 3% برك من البترول تاع الجزائر، وفي عامين من 3% ولات 50% من البترول تاع الجزائر. وشكون اللي بدلها 50% من البترول تاع الجزائر؟ الحكومة تاع بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات مع انسان ميت يسموه بوتفليقة، اركان الجيش اللي على باله باللي توتال شرات لابار تاع شركة امريكية انادركو، والجيش سكت. يعني أركان الجيش راه كومبليس، إلي كومبليس دو لا فون دو 50% دو بترول الجزائريان على لونتربريز فرونسيز توتال. وهادي على بالكم هاد النقطة هادي، كل أركان الجيش اللي خدعوا الشعب الجزائري واللي خدعوا الشهداء ربي يرحمهم واللي خدعوا المجاهدين اللي مازالوا حيين، وواحد منهم راه في الحبس يسموه سي الحضره بورقعه، نسلموا عليه اليوم ونسلموا عليهم كاع الشبيبه هادو 80 لي جات توانا اللي راهم في الحبس اليوم، وماشي فرنسا دخلتهم الحبس، الحكومة تاع بدوي ديكتاتوري تاع بدوي هي اللي دخلتهم الحبس. الشعب الجزائري على بالكم باللي اول نوفمبر راه جاي، وربي سبحانه دار باللي اول نوفمبر يولي الجمعة كيما 5 جويلية كانت جمعة فلي. قلت لكم 22 مارس بلي لازم نروحوا المرادية باه نخرجوا
بن صالح اللي راه يحكم في الجزائر بطريقه غير قانونيه غير شرعيه غير دستوريه. وقلت لكم اي روح المراديه بالطريقه السلميه بالطريقه الديمقراطيه بالطريقه قانونيه وبالطريقه حضاريه في هذاك الوقت قلتوا بلي الكاز رشيد راه يحوس يدير في الفتنه. في هذاك الوقت قلتوا بلي الكاز رشيد مهبول. الكاز رشيد قرا التاريخ في جامعه سوربون. واش نقراو كي واحد يدرس التاريخ؟ يدرس باللي واحد اللي يحكم البلاد بالفساد، اللي يحكم البلاد بلا ما يحترم الدستور، بلا ما يحترم القانون، بلا ما يحترم الشعب، بلا ما يدير ثقه الشهداء، هذاك الحاكم لازم نخرجوه بالطريقه السلميه بالطريقه القانونيه بالطريقه الديمقراطيه وبالطريقه الحضاريه. 22 مارس ما بغيتوش تروحوا المراديه، وشوفوا النتيجه اليوم. تم نشور حراك 36 جمعه، المافيا تاع 40 سراق تاع بوتفليقه مازالت تحكم في المراديه، مازالت تحكم في كسر الحكومه، مازالت تحكم في مجلس الشعب الوطني، ومازالت تحكم في الجيش الجزائري. كاع هادو اللي خدموا مع الديكتاتوري تاع بوتفليقه مازالوا حتى اليوم هما راهم يحكموا في البلاد، وهادو اللي ترشحوا الانتخابات تاع 12 ديسمبر هما كاع خدموا مع الديكتاتوري تاع بوتفليقه. يعني النتيجه من بعد 36 جمعه 0%، سياسيا 0%، ولكن حضاريا 100%. لماذا 100%؟ 100% لأن الشعب الجزائري بين قدام العالم كامل باللي الشعب ثقف، شعب وعي، شعب سلمي، شعب قانوني، شعب ديمقراطي، والشعب حضاري. وهذه النقطة هذه على بالكم باللي العالم كامل راه يشكر الشعب الجزائري على النقطة هذه. ولكن سياسيا ما ربحنا والو. لماذا ما ربحنا والو؟ شوفوا واش صرا في لبنان. في يومين برك حكومة طارت. شوفوا واش صرا في شيلي. في خمس ايام برك وقفوا مليون برك. والرئيس تاع شيلي واش قال؟ اضطرب السماح من الشعب تاعهم وقال لهم اسمحوا لي لو كان درت غلطة. واش من الغلطة اللي دارها؟ زاد 3% برك تاع تيكي تاع المترو. هذا ما كان، هذه الغلطة تاعو 3% برك. على جال 3% اللي زادها في التيكي تاع المترو، الشعب الجزائري كومبلي خرج، وفي يومين الرئيس تاعهم اطلب منهم السماح. وشوفوا دوكا الرئيس غير الشرعي تاع بن صالح راح الروس عند بوتين راح يشكيلو، ماشي راح يشكيلو على توتال اللي راهي تكسب 50% من البترول تاع الجزائر، لا، راح يشكيلو على الشعب الجزائري اللي راه يمشي بالطريقه السلميه، اللي راه يمشي بالطريقه حضاريه، واللي راه يمشي بالطريقه الديمقراطيه، واللي راه يمشي بالطريقه حضاريه. راح يشكيلو على جال الشعب اللي راه الرمز تاع الديمقراطيه في العالم، وقال له هذاك الشعب هذا ما كان والو، ما ديهاش فيه، عيب عيب عيب. هنا تشوفوا بلي مو جزائري هذا، هذا مغربي، هذا وحنا نحترموا الشعب المغربي، ولكن باه رئيس اللي راه يحكم في الجزائر بالطريقه غير الشرعيه، حتى واحد ما فوطاش عليه، حتى واحد ما دارش الفوت عليه، يروح يبهدلنا، يبهدل اطراب الشهداء ربي يرحمهم، يروح يبهدل في الشعب الجزائري، وراح يشكي الرئيس تاع الروس اللي ماهوش مسلم وراح يبهدل في الشعب الجزائري. هذه حاجه غير مقبوله. لو كان عنده شويه نيف كون خرج
كنت سحب كنت خرج من البرادية. ولكن هذاك رئيس ماهوش جزائري، هذاك رئيس ما كان حتى واحد يفوت عليه، هذاك رئيس غير شرعي. الشعب الجزائري اول نوفمبر راه جاي ان شاء الله 37 جمعة بحول الله نكونوا كاع امام اكثر الحكومة 300 متر برك على لا غروند بوست على البريد المركزي 300 متر برك. ماشي نقول لكم روحوا المرادية وروحوا كسر الحكومة ونخرجوا بالطريقة السلمية بالطريقة الديمقراطية بالطريقة حضارية وبالطريقة السلمية بدوي اللي ريحكم في الشعب الجزائري بلا ما حتى واحد من الشعب الجزائري صوت عليه. ولازم نخرجوه ونطلبوا بالأمن الجزائري يعاوننا باه نخرجوا بدوي بكسر الحكومة. لأنه واش يقول الدستور الجزائري باللي من بعد 3 شهور ما كان حتى واحد اللي عنده شرعية في هذا البلاد كي خرج ديكتاتوري بتاع بوتفليقة. وقتاش خرج؟ 2 أفريل، أحسبوا معايا 2 مايو 2 جوان 2 جويي. من بعد 2 جويي ما كان حتى واحد من الحكومة الجزائرية اللي عنده الشرعية بيحكم الشعب الجزائري. يعني من حق الشعب الجزائري أن تبقوا المادة 7 تاع الدستور ونخرجوا الفاسد اللي زور 6 ملايين استمارات بدوي من كسر الحكومة. وإن شاء الله هذا الجمعة، وعلى بالي بلي يحبسوا الانترنت في هذو الأيام راهم جايين، هذا الجمعة من بعد الجمعة على الساعة 3 أول نوفمبر نخرجوا بدوي من كسر الحكومة ونفهم الشعب اللي راهم يسكنوا في 48 ولاية باللي كسر حكومة ماشي بعيد على البريد المركزي 300 متر برك. ما نديروش الغلطة تاع 22 مارس اللي قلتوا بلي نكاد راشيد يدل في الفتنة. هذه الحكومة تاع بدوي هي راهي تدل في الفتنة. هذا بن صالح اللي راه في المرادية بالطريقة غير الشرعية هو اللي يدل في الفتنة في روسيا. لازم نخرجوا بدوي من كسر الحكومة إن شاء الله نهار أول نوفمبر من بعد الجمعة إن شاء الله. ومكاش الفوت مكاش الفوت ومكاش الفوت 12 ديسمبر مع من الفوت مع الفاسدين اللي باعوا 50% من البترول تاع الجزائر الشركة فرنسية توتال. فرنسا اللي كتلت 1.5 مليون شهيد ربي يرحمهم وفرنسا نعرفها زدت فيها وتربيت معها وقريت مع أولادها. هادو شفتوا واش داروا ولا ربي منعوا في الحجاب في فرنسا البترول الكحل يدوه تاع الجزائر ولكن الحجاب الكحل بغوا يمنعوه في فرنسا. وقلت لهم باللي ندير صندوق تاع 10 ملايين دولار ونخلص اي مخالفة تاع محجبات في فرنسا او في اوروبا. واش ديروا حكم الشعب الجزائري ما ديروش الغلطة تاع 22 مارس كما قلت لكم نروحوا المرادية ونخرجوا هذا بن صالح اللي راح يشك بحشاكم مع الرئيس تاع الروس ويطيح السمعة تاع الشعب الجزائري والجزائر. بارك الله فيكم، ليتكم سعيدة والله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر.